مرحبا بالضيوف الكرام، رأس منور بأهلا وبمجتمعات المدني، إن شاء الله أمسية طيبة. إذا ننطلق. بسم الله الرحمن الرحيم. أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء المجلس البلدي وباسم كافة أعوان بلدية رادس، أرحب بالأخ معز البجاوي معتمد رادس، أحيي أيضا السادة مديري ومندوبي ورؤساء المصالح الأمنية والإدارية والجهوية والمحلية، وأعبر أيضا عن عظيم سعادتي بحضور هذا الجمع المميز من مكونات المجتمع المدني الناشط بالمدينة، سواء كان يعمل في الإطار التنظيمي أو من خلال التنسيقيات التشابكية الظرفية، أو أفراد سخروا أنفسهم وحركاتهم لفائدة المجموعة. أتقدم أيضا بالتحية أيضا للفاعلين والناشطين في مجال الإعلام والتواصل المحلي، وكل من شرفنا بحضوره في هذا في جمعنا هذا. أيها الحضور الكريم، نلتقي هذا المساء لنحتفل مع بعضنا البعض بانتصار مدينة. الحمد لله والشكر كله لله على جائحة العالم وكتبت تاريخ ورسمت خارطة جديدة للتوازن الاجتماعية والاقتصادية والسياسية العالمية والإقليمية والوطنية. نثمن اليوم انتصارنا على هذا الوباء الذي تحقق بإرادة الله وبفضل مجهودات الجميع الذين تجندوا واصطفوا وراء المصالح المحلية دون مزايدات أو تجاذبات. قبل كل شيء أريد أن أشكر أخي وصديقي معز البجاوي معتمد رادس وكافة إطارات وأعوان المعتمدية والسادة عمد المناطق بالمدينة الذين كان دورهم مهم في التصدي لهذا الفيروس. كان كل مصالح ووحدات النهوض الاجتماعي والتضامن الدولي بنعروف نحييهم على حياتهم في تلك الصعبة، وعلى كثير الامتنان لمصالحنا من إداراتنا الجهوية للرقابة والإدارات المصالح المالية. أعبر عن خالص الامتنان إلى كل الأسلاك النشيطة التي كان لها دورا هاما في فرض الضبط الإداري الخاص في الحجر الصحي العام ومنع الجولان، إن شاء الله يسامحون عليه برشا ناس، ابتداء من الحملات التحسيسية ووصولا إلى ردع المخالفين، وهذا هنا كل المصالح الحرس البادس وفرقة الحماية المدنية برأس. كل الشكر والثناء للبلدية مجلسة وإدارة إطارات وأعوان الذين عملوا في تناغم تام من أجل توفير مقومات الصحة العامة للمتساكنين من خلال تأمين عمليات التحسيس والتوعية والمراقبة، وهو على دور مكتب الشرطة البيئية والشرطة البلدية وأعوان الفرشة البلدية الذين تفانوا في مجال التعليم وإزداء الخدمات للمصابين الذين لا شفاهم ربي آمنين. لعبته مختلف المقدارية الجهة المحلية التي تمنت تواصل عمل المرفق العام في ظروف استثنائية وتعاون مع بعضها البعض من أجل صحة المواطنين وتوفير متطلبات حياتهم اليومية، وذلك في ظل مستجدات وتحولات متسارعة. وهنا لا ننسى مجهودات إطارات الإدارة الجهوية للصحة العمومية ببن عروس التي عملت على موافاتنا بصفة فورية بالمعطيات الخاصة بالإصابات وتعاملها الحرفي مع المصابين والإحاطة بهم. دكتور طيب بارك الله فيكم في التليفون. الدور أمانته المصابين الجهوية للفلاحة التي ساهمت
الجهات نشكر ايضا من في عمل في الفضاء لتجميع المساعدات بمعهد فرحات حشاد برأس توفير كل مستلزمات ومقومات العمل به. عمل الادارات والمصالح ذكرها لا يكتمل ويؤتي ثمرته الا في ظل تواجد مجتمع مدني ناشط ومتميز فيها، فهم دوره منذ الايام الاولى وتميز بالانضباط حسي ووطني فائق. ودوره مؤثرا في التصدي لهذه اجتماعيا ووقائيا وتنظيميا. أعرب عن مدى إعجابي ببعض شباب المدينة الذين انخرطوا في العمل التطوعي ووضعوا إمكانياتهم مع كورونا أخذت المعدن الأصيل المواطن التونسي بصفة عامة والمواطن الرأسي بصفة خاصة الذي هب لنصرتي بدون أي حساسيات أو حسابات مسبقة، وهو ما يجعلنا كمجلس وكبلدية وكأطر وكمسؤولين محليين متأكدون بأن مستقبل هذا الوطن وهذه المدينة سيكون بحول الله أجمل بفضل إرادة أبنائه. حمى الله تونس من كل شر وحمى مدينتنا العزيزة رادس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصحراء